الإرشادات التالية هي مجرد اقتراحات. القائمون على البرنامج لا يتحملون أي مسؤولية قانونية. لا توجد ضمانة أن الطرق والأساليب المقترحة يمكن أن تحد من الإصابات أو حتى الوفاة. أنت في الخارج مع أصدقاء، فجأة رجل مسلح اقتحم المكان، تم أخذك رهينة. كيف تتمكنين من الخروج على قيد الحياة؟ قاتل متسلل قام بشق حنجرة امرأة، كنت أول شخص قدم لنجدتها، هل تستطيعين وقف النزيف؟ هل تستطيعين إنقاذ حياتها؟ أنت تقودين سيارتك، بدأ المطر بالانهمار، إعصار يتجه مباشرة نحوك قبل أن تتمكني من فعل شيء، قام بضربك. ماذا عليك أن تفعل؟ العيش في مدينة كبيرة قد يكون خطيراً. لا أحد يعرف ذلك أفضل من آن مارغريت التي في 23 وروبن أرزن البالغ 20 عاماً وهما طالبتان في نيويورك. كانت الثانية صباحاً في ليلة صيفية عادية في نيويورك. آن مارغريت نادلة تعمل بدوام جزئي في مقهى. كانت قد انضمت لبعض الأصدقاء في مقهى لتوديع أحد زملائها الذي كان سيغادر المدينة. روبن أرزن كانت بصحبة أصدقاء أيضاً. فجأة تردد صوت طلقتين ناريتين. بدتا كأنهما زائفتان، كأنهما كانتا على التلفاز. لم أعتقد إطلاقاً أن ذلك كان شيئاً جدياً. من خلفي رجل تعثر بالباب، لم أره بالبداية، ومن ثم كان يصرخ: اطلبوا النجدة، تعرضت لإطلاق نار. بداية اعتقدت آن مارغريت أنه يمازحها، لكن أدركت لاحقاً أنها لم تكن دعابة، والقناص كان خلفه مباشرة. ركضت للخلف، حاولت أن أغلق على نفسي حمام النساء، لكنه كان مشغولاً، والباب الآخر الذي رأيته كان عند الزاوية، وكان يؤدي إلى قسم غسيل الأطباق. بعض الأشخاص توجهوا إلى القبو وحاولوا كسر النافذة للهرب. آن مارغريت قررت الاختباء في المطبخ، لكن لم تدرك أنه لا يوجد منفذ للخارج. لم يكن هناك مخرج على الإطلاق. خلفي إلى اليمين كانت هناك مجموعة كبيرة من الناس، ولم يكن هناك مكان يلجؤون إليه. ستيفن جونسون كان ثائراً، الرجل في 34، كان في حالة اكتئاب وحزن. زوجته كانت قد توفيت حديثاً بمرض الإيدز، وهو أيضاً يعاني من نفس المرض. بدأ مستعداً للموت، وبدأ أنه مستعد لأخذ أي شخص معه. نظرت روبن مباشرة لعيني القاتل عندما دخل المقهى. لا أحد يتحرك. كان مسلحاً وكان يطلق الشتائم وكان غاضباً، ولم أكن أعلم ما الذي سيجري. قام بشد من شعري، بدا وكأنه يقوم بتجميع كل الزبائن في الخلف، وقام بشد من شعري إلى المطبخ حيث كان الرهائن. الجميع إلى الأسفل الآن. آن مارغريت كانت تختبئ تحت المغسلة عندما جرى جونسون روبن إلى المطبخ. أعتقدت أنه سيطلق النار علي. أنت انهضي من هناك، تحركي. كنت على خط النار، كنت مندهشة من أنه لم يقم بإطلاق النار بشكل عشوائي. هناك اجلسي. كان يصيح إنه يوم جيد للموت. هل تريدون الموت معي؟ حسنا. وهو يمسك بشعر روبن، قام الرجل المسلح بتوجيه السلاح نحو رأسها، ثم مد يده نحو الحقيبة وألقى مجموعة من الأصفاد على الطاولة. طلب من روبن أن تقوم بتقييد أيدي الجميع، ومن ثم ربط كل شخص بشخص آخر. عندها بدأ الرعب الحقيقي. لقد بدأ برشنا بالكاز قائلاً إننا سنحترق أحياءً، اليوم ستحترقون أحياءً. هل أنتم خائفون الآن؟ كلنا سنحترق، كلنا. ثم قام بإحضار ولاعة حمراء كبيرة. كانت تلك لحظة مخيفة، قلت فيها: حسناً، إذن ذلك ليس سطواً، إن الرجل يريد قتلنا. آن مارغريت وهي مغطاة بالكاز، وروبن والجميع كانوا متأكدين أنهم سيموتون. هل تريدون الموت معي؟ لم أخف من جريمة أكون فيها ضحية. إنها نوع من الأمور التي لا تحدث لك أو لمن تحب، لذلك كنت في حالة إنكار للموقف طيلة الوقت. لا أصدق ما يحدث.
بدا أنه لا يوجد مخرج. حتى حين وصلت الشرطة لم تكن مواساة للرهائن. كل ما يتطلبه الأمر هو نقرة خفيفة على الولاعة ويشتعل الجميع. من موقعي كنت قادرة على مراقبته طوال الوقت. كنت أعلم أن حاولت الشرطة اقتحام المبنى ستكون لديه الفرصة الكافية لإطلاق النار علينا أو إشعال النار. وصل مفوض الشرطة. بدأ هو وجونسون بتبادل الصراخ على بعضهما. سأقتل الجميع. أصبح جونسون أكثر احتياجا. استعد لإحضار أكياس الموت لبعض الأشخاص. هيا. الأمر أصبح واضحا، لا يخطط للخروج من هنا حيا. كل مطالبه كانت عبارة عن أكياس للجثث. حينها بدأت أشعر بالخوف. لم يكن سيقتلنا فقط، كان سيموت معنا. قامت روبن بإعطاء هاتفها النقال لجونسون ليتمكن من التحدث مع المفاوض. بينما كان يقوم بذلك، آن مارغريت دبرت لحركتها التالية. بينما كان الجميع مكبلين بالأصفاد، حرصت آن مارغريت أن تكون أصفادها مرتخية دون ملاحظة جونسون. وعندما طلب منها أن تربط نفسها مع شخص آخر، اصطنعت ذلك أيضاً. كنت أفكر أنني لابد أن أقوم بشيء ما، لأنني كنت أمر خلال سيناريو، وهناك ثلاثة نصوص. الأول أنه قام بقتلنا. السيناريو الثاني الذي فكرت فيه بأن الشرطة ستقوم باقتحام المبنى وستكون لديه الفرصة لقتلنا. والثالث كان بأنني أستطيع القيام بشيء ما. فكرت أنه لدي صورة عن الموقف. كنت آمل أن يقوم شخص بفعل شيء ما، مما يعطيني فرصة للتصرف. بينما كان جونسون على الهاتف، حاولت آن مارغريت تفحص فيما إذا كانت قوية كفاية لإيقاف الرجل المسلح. لاحظت أنه كان يحمل الولاعة في يده اليسرى. اعتقدت بأنه كان يمسك بروبن بيده اليسرى فقط، لكنه كان يمسك بالولاعة أيضاً. قررت أن أقوم بفعل شيء ما. لقد كنت الأقرب للاحتراق وأنا على قيد الحياة. آن مارغريت لاحظت أنه كان يناضل للتمسك بشعر روبن وبالسلاح والولاعة والهاتف الخلوي كلها في نفس الوقت. عندما رأته يضع السلاح في بنطاله قامت بالتحرك. كان أمامي مباشرة، قمت بضربه، لم يسقط على الأرض، لذلك قمت بضربه مرتين أو ثلاثة، وهذا أوقعه على الأرض. آن مارغريت هبطت على جونسون، صارعت من أجل إبقاء يده للأسفل بعيداً عن السلاح والولاعة. امرأة أخرى قفزت نحوهما. بدا وكأنني أشده للأسفل ولا فائدة، ثم شعرت بتلك الأدرع الإضافية. كان هذا عندما اندفع مسدسه بعيداً. جونسون أطلق النار على ساق المرأة، وبينما كافحت النسوة الثلاث لإبقائه منبطحاً على الأرض، اقتحمت الشرطة المكان. قوة الشرطة! ولا حركة! ضع يديك خلف رأسك! قاموا باعتقال جونسون. وجهت إليه تهمة محاولة القتل والاعتداء، وبشكل مدهش جميع الرهائن خرجوا أحياءً. آن مارغريت بطلة، أنقذت حياتي، أنقذت حياتنا جميعا. لقد رأيناها جميعا عندما قاومت رجلا واحدا مع سلاحه. بشجاعتها أنقذت حياة 20 شخصا وفي نفس الوقت. لو كان قد أشعل النار لكنا جميعا قد اشتعلنا ومتنا، لأننا كنا مكدسين. هذا العنف العشوائي أصبح من أساسيات الحياة اليومية، لكن أحياناً الضحية قد تحول الموقف ضد مهاجمها. إذا وجدت نفسك رهينة وتعتقدين أن المعتدي يستعد للموت من أجل الدافع، تذكري أنه من الأفضل أن تقومي بشيء. أعدي خطة، جدي فرصتك المناسبة واستخدمي عنصر المفاجأة. هذا ما فعلته آن مارغريت عن طريق طرح جونسون للأسفل من الخلف. آن مارغريت أمسكته فجأة دون انتباهه. خلال تدريبي مع المباحث الفيدرالية، تعلمت أنه أثناء محاولة طرح شخص ما أرضاً، من الأفضل أن تدفعيه من الأسفل. هذا سيؤدي لإيقاف أي عزم للأمام وسيتجمد في مكانه. حاولي عدم الاتكال على يديك المجردتين. اعثري على شيء تستخدمينه كسلاح.
فتاة جامعية كانت تدير مسرحاً واجهت أحد أفراد عصابة. كان قد وضع سكيناً على حنجرة أمين الصندوق طالباً النقود. المديرة التي تلقت دورة في الدفاع عن النفس لم تكن تملك سلاحاً، لكن كانت تحمل وعاء من القهوة الساخنة ألقته على وجه الرجل. صرخ من الألم وألقى السكين. تغلبت عليه عن طريق ركله باستخدام ركبتها على وجهه. إذا قررت إيقاف شخص مسلح، قومي بالضغط باستخدام ركبتك على رقبته لتجميد حركته، ثم أمسكي بأذنيه وقومي بخنق الشخص ومدي يدك لقلع العين إذا استطعت. كل امرأة يجب أن تعرف كيف تدافع عن نفسها، كيف تقاوم. هذا قد ينقذ حياتك. إعصار يثقل على بلدتك. فجأة أنت على علو 50 قدما في الهواء، كيف ستتصرفين؟ غريب مسلح قفز داخل سيارتك. إنه يريد نقوداً. أمرك بالتوجه نحو البنك الذي تتعاملين معه. ماذا عليك أن تفعل؟ يهب سنوياً عبر أجزاء الولايات المتحدة ما معدله 800 إعصار، مخلفة دماراً بالمليارات وأكثر من 100 قتيل. تظهر الشاشة أن الطقس سيء في هذه المنطقة، وهذا يشكل فرصة مثالية لظهور الإعصار. في أحد أيام سبتمبر عام 2002 هبت 3 أعاصير متفرقة حول مدينة إنديانا، كانت تحمل رياحاً سرعتها 100 ميل في الساعة. أعاصير كهذه يمكن أن تنتزع جدران المنازل والأشجار وتدمر السيارات، كما اكتشفت كيم. كل من يعرفني يعلم كم أخاف بشدة من الأعاصير. أنا معروفة بخوفي من الأعاصير. كان أمراً مرعباً لكيم منذ أن كانت طفلة. كان يهب سنوياً 20 إعصاراً، وكانت قوة عصف الإعصار ترعبها. العشرون من سبتمبر عام 2002 كانت كيم متوجهة إلى المتجر مع ابنها إيفان. هل أنت جاهز؟ هيا بنا. الموقف الأول سيكون في الدكان. كان الجو غائما وماطرا، وكان هناك رعد، وكان صباحا غريبا. كنا نستمع إلى الراديو، كنا نغني، وأذكر أنني كنت أفكر ما أجمل اليوم. لكن تقريراً جوياً عاجلاً أكد أسوأ كابوس. هذا تحذير من الأرصاد الجوية لسكان مدينة إنديانا. من المتوقع أن تهب أعاصير في المدينة، فعلى الجميع التوجه إلى الملاذ. أمي، كل شيء على ما يرام؟ أجل، لا تخف، ضع الحزام حالاً. عندما سمعت ذلك فكرت إلى أين أتجه. لا أستطيع العودة إلى المنزل، ولا أعلم إلى أين أذهب. عند التفكير بسرعة توجهت كيم إلى كنيسة، معتقدة أنها تحتوي على قبو للاختباء من الأعاصير. اتصلت كيم بزوجها لتخبره. مرحبا، أنا كيم، أردت التوجه إلى الكنيسة. كان هناك مطر شديد وظلام دامس أحاط بنا من كل الجهات، فخفنا. نحن نتجه نحو الكنيسة، يجدر بنا الذهاب. سأكلمك لاحقا، ابقى حيث أنت، أحبك. كان كالفيضان، حتى أن مساحات الزجاج لم تكن تزيله، وشعرت به أسفل السيارة لأنني كنت أحاول القيادة باتجاه الكنيسة. شعرت بالخوف. الإعصار كان يحط في أجزاء البلدة ويطرح بالحطام فوق سيارتك. كل شيء كان يضرب النوافذ الجانبية، أعني كان يحطمها. لم أشهد حادثاً من قبل، لكنني أعتقد أنها كالحادث. كل شيء كان يأتي نحونا. كنت أستطيع شم الأرض كما لو أنها كانت قريبة تماماً من وجهي. قمع الإعصار كان يدنو خلفها. حاولت كيم القيادة للأمام محاولة إيجاد مأوى، ثم وبشكل لا يصدق قامت بالضغط على دواسة البنزين. فجأة شعرت بالسيارة تبتعد عن الشارع. لا. كنت أطير للأعلى لأنني كنت أستطيع رؤية المنازل. كنت أطير أعلى من البيوت. امرأة واحدة شهدت المشهد الذي لا يصدق.
بدأ كلبي بالنبض، لذلك توقفت ونظرت من خارج نافذة ابنتي. عندها رأيت السيارة، كانت أعلى من أعمدة الهاتف، وكأنك تجلس هنا وتضع عجلاً نارياً في يدك. كنت عجيزة تماماً، أعني أنه كانت هناك قوة هائلة ولا شيء يستطيع الصمود أمامها. كنت عجيزة تماماً. الرياح بسرعة 105 أميال في الساعة رفعت السيارة حوالي 50 قدماً. كيم رأت أنه من المستحيل الخروج من ذلك أحياء. ما الذي سيحفظ السيارة من أن تتناثر؟ للوهلة الأولى استحوذ على كيم خوف أعظم. استدرت ونظرت للخلف ناحية ولدي وفكرت ماذا لو أنه قتل. حبيبي لا تخف، أنا معك، أصمت فقط، أنا معك. حب كيم لابنها تغلب على خوفها. ماما، ولكنني لم أعرف كيف أصبحت معه في الخلف. استمع، أريد منك أن تنزل رأسك للأسفل، مهما حدث ستبقى معي، أمك تحبك، لا تخف. عندما تكونين في محنة ويكون لديك طفل للاعتناء به، هذا ما يستولي على تفكيرك. أنت حقا لا تفكرين في نفسك. لا تخف حبيبي، سأبقى معك، سوف ننجو، لا تخف. أذكر ما كان يخطر في بالي أنه يتألم ويجب أن نبقى سويا. على الرغم من كونه أكثر الأمور التي أحدثت في حياتي رعبا، كنت ما أزال هادئة، الهدوء الذي لم أستطع التغلب عليه. علقا في الإعصار على الأغلب لثلاث دقائق مرعبة. لسبب ما حاولت كيم الوصول إلى المكبح اليدوي فوضعت السيارة بوضع الوقوف. كانت السيارة ما زالت تتحرك. ما الشيء الجيد الذي كنت سأفعله؟ حسناً، بعد لحظات وبعد أن أصبحت السيارة بوضعية الوقوف شعرت بحركة للأسفل. كان الإعصار يستمر بالتقدم مخلفاً كيم وراءه. اعتقدت أن السيارة ستهوي إلى الأرض. كانت لدي صورة من الإنترنت حيث أن مركبة هبطت في منتصف غرفة جلوس أحد الناس قتلتهم. اعتقدت أننا سنرتطم بأحد المنازل ونقتل. بالمقابل حدث أكثر الأمور دهشة. هبطت للأسفل كذلك؟ ثم هبطت مجدداً؟ وشعرت بأن العجلة الخلفية يتجه بنا بعيداً عن الأعصار. هذا كل ما شعرت به، كنت كالطفل الرضيع داخل المهد. كيم وإيفان بقيا ساكنين لعدة دقائق ثم استجمعت القوة لكي تنظر من خارج النافذة. كانت المنازل متناثرة إلى أجزاء، رأيت الأشجار في كل مكان في منتصف الشوارع. ما أتذكره على الأغلب شعور غريب، وهو أنه لا يوجد أحد آخر على قيد الحياة إلا نحن. ببطء نظرت خلال الحطام ورأت أين كانا. الإعصار عصف بهما مسافة ربع ميل. الإعصار الذي ضرب إنديانا ذلك اليوم دمر 400 منزل وأتلف ما قيمته 70 مليون دولار من المحاصيل. على الرغم من أن السيارة غمرت والمنطقة المحيطة دمرت، إلا أن كيم وإيفان لم يصابا بأذى. قال لي اختفت مساحات الزجاج، وأنا قلت أجل، لقد اختفت، هذا صحيح. لا يمكن التنبؤ بقوة الإعصار، لكن هناك القليل من الحقائق لإبقائها في الذهن. معظم الأعاصير تنشأ بين مارس وأغسطس، أكثر من 80% تضرب بين فترة الظهيرة ومنتصف الليل. تخضر السماء، برد كبير الحجم، جدار من الغيوم، صوت دوي مرتفع كصوت عربة الشحن. الأعاصير يمكن أن تنتقل بسرعة 45 ميلاً في الساعة، لذلك إذا اجتاحك أحدها اخرجي من السيارة وتوجهي نحو خندق.
كما فعلت سائقة شاحنة من أوكلاهوما عندما علقت داخل رياح تبلغ سرعتها 100 ميل بالساعة. قامت بهجر شاحنتها، ألقت نفسها داخل خندق وغطت رأسها، نجت لكن شاحنتها ارتفعت في الجو وتحطمت. لا تدخلي داخل معبر. يعتقدون في الأفلام أن الأعاصير آمنة، لكنها ليست كذلك. إذا استطعت الحصول على ملجأ، حاول الوصول إلى أخفض منطقة لتجنب ارتطام الحطام المتطاير بك. بعض الناس يعتقدون أنه يجب عليهم أن يقوموا بفتح النافذة لمعادلة الضغط. هذه خرافة، قد تصابين بالأذى من الزجاج المتطاير. إذا ضرب الإعصار منزلك سيقوم بفتح النوافذ، لذلك ابقي بعيدة عن النوافذ. اركعي على الأرض لحماية رأسك مستخدمة ذراعك ويديك كما فعلت امرأة من أوكلاهوما، والتي استطاعت الخروج من إعصار عن طريق الاحتماء داخل خزانة. عائلة من جنوب داكوتا كان لديها ثوان فقط للاختباء عندما أحاط إعصار بمنزلها الريفي. المكان الوحيد الذي وجدت هو أسفل طاولة بلياردو. إذا اختبأت أسفل قطعة ثقيلة من المفروشات كما فعلت العائلة، ستقل فرصتك بالتحليق مع الرياح، وقد تحميك من الحطام المتطاير. هناك طريقة أخرى، توجهي إلى حوض الاستحمام وغطي نفسك بكل ما تستطيعين العثور عليه، ملابس، فراش. بهذه الطريقة تمكنت امرأة من أوهايو من النجاة. قامت بالتوجه إلى حوض الاستحمام. بينما ضرب الإعصار تحطم السقف والنصف الخلفي من المنزل. الأعاصير الثائرة قد تحول الأدوات العادية إلى قذائف قاتلة. استخدمي أي شيء لحمايتك من الحطام المتطاير. لملايين من الناس الأعاصير تعتبر تهديداً سنوياً، يمكن تقليل دمارها. سرق سيارتك تحت تهديد السلاح وأجبرك على التوجه إلى البنك الذي تدخرين فيه. هناك طرق للنجاة. امرأة شقت رقبتها لا تستطيع التنفس. أنت الوحيدة التي تستطيعين الإبقاء على حياتها. ماذا عليك أن تفعل؟ أخطر سارقي السيارات يريدون أكثر من سيارتك، إنهم يريدونك لاختطافك لغاية في أنفسهم أو لقتلك. ما الخطة التي قد توصين بها؟ ماذا تستطيعين القول؟ كيف توضحين طريقتك للنجاة؟ كان يوماً صافياً في كاليفورنيا، توقفت مايا رمزي من أجل الوقود. لم تفكر أن مجرماً مطلوباً انتقاها لتكون ضحيته التالية. كان الوقت آخر الصباح، توجهت إلى محطة الوقود لأملأ السيارة وأقوم بغسلها. كان هناك رجل يحمل سائل تنظيف وفي يده قطعة قماش. اقترب مني بينما كانت سيارتي تخرج من المحطة. بدأ بتنظيف الزجاج الأمامي. لا شكراً لك. مايا لاحظت أن هناك شيئاً غريباً بخصوص الرجل. بدا أشعثاً وتصرفاته كانت غريبة جداً. كان الرجل يلاحظ مايا أيضاً، امرأة وحيدة من غير سلاح. تخلى عما كان يقوم به وقام بحركته. ما الذي تفعله؟ ماذا تريد؟ لا تتكلمي. أرجوك اخرسي، ضعي يديك على المقود. لا تؤذيني. تقدمي للأمام ببطء. في اللحظة التي حدث فيها ذلك كنت مرتعبة جداً، لم أكن أتوقع ما حدث لي. مايا كانت قد اختطفت من قبل محكوم هارب، كان قد أرسل إلى السجن بتهمة الاعتداء على النساء. لقد خرجت من السجن، كنت أبحث عن امرأة مثلك. أمر الهارب مايا بالقيادة إلى منطقة معزولة. مايا عرفت أنها لو وصلت هناك ربما لن تخرج حية. أخرج شريطاً لاصقاً من الحقيبة ثم قال لي سأقوم بتقييدك وسوف أضعك في صندوق السيارة. أنا أخاف أن أموت، أنا أحب الحياة. مايا فكرت بسرعة وقالت شيئاً من الممكن أن ينقذ حياتها أو ينهيها.
حاولت إقناعه أن إيذائها سيجعل الأمور أسوأ. إذا قتلتني سيدونون ذلك في سجلك الإجرامي. وإذن؟ لقد نجحت، وقرر الرجل عدم إيذائها، وبالمقابل أجبرها على مساعدته للخروج من البلاد. كان يخطط لأن يسرق بعض النقود والسيارة، ويريدني رهينة كي يذهب إلى كندا. هل لديك نقود؟ 10 دولارات. 10 دولارات؟ كم تحتاج؟ أكثر من ذلك بكثير، 5000. يريد نقوداً، وفكرت بطريقة تجعل حاجته للنقود سبباً لهروبها. يمكن أن أساعدك. كيف؟ كانت لدي خطة لإعطائه بعض النقود دون مخاطرة لي، وبأقصى احتمالية للهرب بالنسبة لي، وفكرة البنك الذي أتعامل معه خطرت ببالي. كان مكاناً حيث أعرف فيه أناساً ويعرفونني، أميلة بوجود ضباط شرطة أو أي رجل أمن. وافق الهارب على مرافقتها إلى البنك، لكن مايا عرفت أن من الممكن أن يغير رأيه وأن يقوم بالاعتداء عليها. وبينما هي تقود باتجاه البنك، رأت شخصاً يمكن أن يقوم بمساعدتها. إنه رجل شرطة عند محطة الوقود. أشارت له بإصبعها على أمل أن يراه، لكنه لم يفعل. وتابعت مايا القيادة، ومسدس الهارب مصوب نحوها، ولا أحد لنجدتها. عرفت أن علي الوصول هناك، لا يجب أن أفقد الفرصة. اخرجي من السيارة. البنك فرصة مايا الأخيرة، لأنها أدركت أن حركة خاطئة قد تكون قاتلة. لو الهارب اشتبه أنها تنوي شيئاً ما، ربما يرتعب ويقوم بإطلاق النار عليها. فكرت بشيء يكون طوق نجاة لها. فكرت بأي شيء يمكن أن يخلصني. قد نقابل مديرة البنك ويطلبون منا الجلوس ويقدمون لنا القهوة. هذا أمر يحدث عادة، يسهلون الأمر عليك عندما تقوم بسحب كمية من النقود. كيف ستطلب النجدة والمسدس مصوب نحو ظهرها؟ ثم خطر لها أن المسدس موجه نحو ظهرها هو في الحقيقة فرصتها التي تحتاجها. كانت لدي الفرصة للتلفظ ببعض الكلمات، لأنه كان خلفي تماماً ولن يستطيع رؤيتي أقوم بذلك. مرحباً. أهلاً. أريد أن أسحب 5000 دولار من حسابي، هل سيكون في ذلك مشكلة؟ أنا واثقة من أننا نستطيع المساعدة، أريد البطاقة. وقلت لها أنا أطلب المساعدة، أطلب المساعدة. عرفت أنها أدركت أن خطباً ما كان يحدث، لكنني لم أكن واثقة كيف سيسير الأمر. جيد، يجب أن أحصل على الموافقة، سأستغرق لحظات. ما الذي تفعله؟ لا شيء، أطمئن. بعد التفوه بكلمات النجدة لأمينة الصندوق، لاحظت اقتراب المديرة منا. مرحبا، أنا مديرة البنك، هناك إجراء سيستغرق دقائق قليلة، تفضلا بالجلوس معنا، سنحتسي بعض القهوة، اتبعاني، سننهي المعاملة بأسرع ما يمكن. شعرت بنبضات قلبي تزداد بلا شك، ازداد تنفسي بشكل ملحوظ. عفواً، لماذا يستغرق ذلك وقتاً؟ لا نحتاج للكثير من الوقت، أنا بحاجة إلى 3 طواقية، طبعاً تفهم الموقف، لن نتأخر. شعرت بجسمي يتحول إلى مادة هلامية. لو استغرق الأمر أكثر، ربما كان سيرتعب ويطلق النار، ولو أن البنك أعطى مايا 5000 دولار، لكان عليها الخروج برفقته، وفي الحالتين ستموت. كانت أفكارها قد نفذت، لكن عندها الشرطة، انفضحوا أرضاً، الجميع على الأرض، هيا. وبالفطرة نزلت مايا على الأرض، متوقعة رصاصة خلف رأسها، لكن لم تطلق النار. دعنا نرى اليدين بلطف وببطء خلف الرأس. عندما قامت الشرطة باعتقاله، كنت مرهقة، لا أستطيع التفكير، أردت أن أنهار، أردت أن أكون في غرفة النوم ألف البطانية حولي، لقد تعبت حقا. المحافظة على هدوئك كان أمرا أساسيا هنا. نجحت خطة مايا، لم يتهم محتجزها باختطافها فقط، لكن بمجموعة من التهم السابقة، وهو حالياً خلف القضبان يقضي حكمين مدى الحياة. إذا تم احتجازك تحت تهديد السلاح بنفس طريقة مايا، حاول الوصول إلى منطقة عامة، متجر، سوق،
أو حتى متنزه، هناك الكثيرون سيساعدونك. البنك مكان مثالي. امرأة من فلوريدا كانت ستدخل لسيارتها عندما اختطفت تحت تهديد السلاح. أخبرت مختطفها أنها تريد أن تصرف شيكاً من البنك. حال وصولهما إلى هناك، أعطت الشيك لأمين الصندوق وكتبت خلفه أنها تعرضت للسطو. طلب أمين الصندوق الشرطة واعتقل الرجل بسرعة. هناك طرق أخرى تمكن موظفي البنك من معرفة أن هناك شيئاً ما خاطئاً. إن كنت تملكين 200 أو 300 دولار في حسابك، اطلبي سحب بضعة آلاف. محتجزك لا يعلم كم من النقود تملكين. طلب غير عادي كهذا ينبه أمين الصندوق أو المدير أنك في ورطة. لغات الجسد أيضاً وسيلة فعالة. الشرطة ورجال الأمن تدربوا على إدراك الإشارات، كتقليب اليدين، حشرجة الصوت، الوضعية المتسمرة، التململ، أو الإطباق على الأشياء بقوة شديدة. عندما أدرك زوجان فتاة صغيرة علموا عن اختطافها من خلال الأخبار، قاموا بإبلاغ الشرطة. عرف الضابط مباشرة أنها كانت في ورطة من ملاحظة سرعة تنفسها وتوترها، فتبين أنها مختطفة ومختطفها كان خلفها مباشرة. حتى لو حاولت المحافظة على هدوئك، تظاهري أنك تمرين بموقف عصيب كالتململ، حشرجة الصوت، الصوت المرتعش. هناك شيء آخر تدربت على القيام به، إبقاء العين مفتوحة دون أن تطرف، أمر غير معتاد، طريقة جيدة للفت انتباه شخص قد يساعدك. أيضاً جدي فرصة للقيام بما قامت مايا بفعله، تفوهي بكلمة نجدة أو أشيري بأنك بحاجة للمساعدة. رجل في موقف احتجاز كرهينة استخدم شفرة موريس ليعلم الناس أنه بحاجة للمساعدة. البقاء هادئة ومحاولة الإشارة للنجدة ببراعة كما فعلت مايا كان المفتاح لإنقاذ حياتها. شقت حنجرة امرأة، إنها تنزف حتى الموت. المساعدة الطبية تبعد أكثر من ساعة، يجب عليك الإبقاء على حياتها. ماذا ستفعلين؟ عادة التعامل مع حالة طبية طارئة يكون بأحدث المعدات وطاقم مدرب، لكن كان على امرأة أن تنقذ حياة امرأة أخرى كانت تنزف حتى الموت، وكان عليها القيام بذلك في مكان نائٍ. في سبتمبر عام 97، جولي شولتز عضو في مجلس شورى مدينة في شمال داكوتا وأم عزباء لثلاث بنات، كانت تتنقل لبعض الأعمال. توقفت عند استراحة على الطريق السريع، وكان هناك مركبة واحدة، شاحنة. داخل الشاحنة كان لورد غاري وين بوكيت، محكوم أطلق سراحه المشروط مؤخراً. قبل 5 أيام خنق امرأة في سياتل حتى الموت، وهو الآن يصطاد ضحيته التالية. أصبحت المحفظة، ضعي يديك فوق رأسك. ماذا تريد؟ صعب، لا أريد ولا كلمة. حسناً حسناً، هذا جيد. حسناً. عندما سمع بوكيت صوت اقتراب سيارة أصبح أكثر احتياجاً وقام بالهجوم. توجه بوكيت عائداً إلى شاحنته وانطلق. سقطت جولي على الأرض والدم يتدفق من حنجرتها، لكنها كانت ما تزال حية. جو بوكان وزوجها رود لم يلاحظا الشاحنة عندما غادرت. عندما وصلنا نقطة الاستراحة، رأيت تلك المرأة تقف هناك حيث لا تستطيع رؤيتها بوضوح. حاولت طلب النجدة، وقد رأيت رقبتها المذبوحة. جو كانت ممرضة لعشرة أعوام، هبت للمساعدة، بينما رود احتياطي في الجيش تحرك لحمايتهما. استلقي علي. أحد ما قام بشق حنجرتها، والشيء الوحيد الذي كنت أفكر فيه أين كان ذلك الشخص.
جو ساعدت جولي على الاستلقاء، لكن جو عرفت أن عليها إيقاف النزيف أيضاً أو أن جولي ستموت. التأثير بالضغط كان الأمر الوحيد الذي فكرت فيه، لم أكن أملك شيئاً سوى يدي. قمت بوضع يدي هناك، لكن عندما نظرت للأسفل كانت يدي بالكامل داخل حنجرتها. كان المنظر مرعباً. ابقي ساكنة، كل شيء سيكون بخير. جو أخبرت جولي أنها ستتمكن من النجاة، لكنني كذبت. كنت أفكر أنني كنت أتحدث مع شخص ميت. كنا بعيدين جداً عن البلدة، ولم يكن ممكناً أن تنجو من إصابة كهذه. ابقي معي، انظري إلي، أرجوك، كل شيء سيكون بخير. وحاول رود الاتصال بالنجدة دون فائدة، لم يكن هناك إرسال. كنا أسفل الوادي ولا يوجد إرسال هناك. رود كان خائفاً من أن يترك جو وجولي وحدهما، لكن كان عليه الاتصال بالشرطة. اذهب وأحضر النجدة، سنكون بخير، أسرع. لن أتركك وحدك، سأبقى معك، أعدك بذلك، ابقي هادئة. كان الدم يتجمع داخل حلق جولي، وكانت مهددة بخطر الاختناق حتى الموت. جو كانت بحاجة لتنظيف المجرى الهوائي، تناولت قلماً من محفظتها، أزالت أسطوانة الحبر وأدخلت الأنبوبة البلاستيكية داخل الإصابة. خطرت ببالي فكرة رأيتها في برنامج تلفزيوني شاهدته وأنا صغيرة، لكنها نجحت بشكل جيد. خذي نفساً عميقاً، هذا جيد. جولي كانت على قيد الحياة لكن بشق النفس. قامت جو بإعطاء جولي قلماً آخر وورقة من محفظتها لتتمكن من كتابة تفاصيل عن مهاجمها، ولكي تتمكن من كتابة وصيتها الأخيرة لعائلتها. قامت بكتابة ملاحظات لأطفالها، دونت ملاحظات لأمها وأبيها تخبرهم فيها أنها تحبهم. كان من الصعب علي مشاهدتها تقوم بذلك. عاد رود بعد عدة دقائق، تمكن أخيراً من التقاط إرسال للاتصال وطلب النجدة، لكن سيارة الإسعاف كانت تبعد أكثر من 30 ميلاً. وبينما كانوا ينتظرون، قام رود بقراءة ملاحظات جولي. جولي كانت هادئة نوعاً ما، عبرت عن كل ما أرادته، وكان الخط واضحاً. أذكر أنني كنت أحاول أن أصمد، حاولت أن أبقى قوية كي أساعدها بينما يصل أحدهم إلينا. في موقف كهذا بدت الدقائق وكأنها ساعات. أين الجميع؟ أين الشرطة؟ بعد منتصف ساعة من عثور جو ورود على جولي، وصل ضابط الأمن. رود أعطاه ملاحظات جولي عن أوصاف مهاجمها وشاحنته. قام الضابط بإبلاغ سلطات الولاية. جو حاولت رفع معنويات جولي بإخبارها أن السلطات ستمسك بمهاجمها بسرعة. سيمسكون بالرجل ولن يقوم بإيذاء أحد مجدداً، لا عليك. لكن جو بدأت تقلق، أين سيارة الإسعاف؟ بدأت تصاب بالتعب، هل ستتمكن من الثبات؟ عرفت أنني لا يجب أن أزيل يدي، حاولت البقاء بنفس الوضعية والاستلقاء بجانبها دون حركة. وقد بدأت أشعر بالخدر بعد حوالي نصف ساعة، ثم انتقل الخدر باتجاه أصابعي، وأخيراً وخلال المحنة وصل الخدر إلى كتفي. خفت ألا أصمد للنهاية. كان على جو التمسك بحنجرة جولي مدة ساعة. أخيراً وصل طاقم الإسعاف إلى موقف السيارات. صدموا من منظر رقبة جولي الممزقة والتي كانت تنزف. لم يصدقوا أنها ما تزال حية، لكن المحنة لم تنتهي. أقرب مركز لعلاج الإصابات كان يبعد 75 ميلاً. لم يعتقد أحد أنها ستنجو. كانت خائفة من أنني سأتركها وحدها وأن شخصاً ما سيرافقها إلى المستشفى، وكان علي أن أطمئنها. لا بأس، أنا هنا، ستكونين بخير، سأبقى هنا معك، أعدك، سأبقي يدي على رقبتها، هذا أفضل. هل تستطيعون رفعها إلى النقالة؟ بالطبع نستطيع فعل ذلك، هيا، 1، 2، 3. تبعهم رود في الخلف، وجو بقيت مع جولي داخل سيارة الإسعاف ضغطة على الإصابة. بدأت بفقدان وعيها، وأنا أذكر النظر إلى وجهها والصراخ عليها، لا تفعلي ذلك بي الآن، ستتمكنين من النجاة،
بعد هذه المسافة لا يجب أن تستسلمي. نظرت إلي وكانت تركز حقا بينما كنت أتحدث إليها. لا أعلم من أين حصلت على هذه القوة، إنما لم تكن لتموت، لم أكن لأدعها. حافظت جو على التمسك برقبة جولي والتمسك بحياتها لمدة 4 ساعات ونصف. عندما وصلت سيارة الإسعاف إلى المستشفى وأسرع بجولي إلى العمليات، حركت جولي يدها الخدرة بصعوبة. عندما طلبوا مني أن أترك رقبتها لم أعرف كيف، لأنها كانت مدة طويلة. أذكر أنني كنت أنظر للأسفل إليها، أخبرها أنه لا بأس إذا غادرت الآن، لأن الناس المناسبين هنا موجودون للاعتناء بها، وأنا لم يعد بإمكاني فعل أي شيء، وكانت موافقة. قلت لها وداعا. كنت فعلا متعبة. وصف جولي للرجل الذي قام بالتهجم عليها ومواصفات شاحنته ساعدت السلطات على الإمساك به. بعد 4 ساعات من الهجوم بدلا من الاستسلام، قام بقتل نفسه. نجت جولي وستكون دائما ممتنة لجو ورود. ما تزال تعمل في مجلس الشورى في المدينة على الرغم من أنها لا تستطيع التحدث إلا همساً. فقط قومي بزلقها إلى الأسفل حيث تمزقت القصبة الهوائية. ستوفر مجراً هوائياً وبذلك تستطيع الحصول على الهواء. تفكير جو السريع أنقذ حياة جولي بلا شك. جو ورود قام بكل شيء بالشكل الصحيح. المهم عندما ينزف شخص بشكل سيء، أطلب النجدة فوراً. دون معالجة الحنجرة المشقوقة قد يؤدي هذا للموت بسرعة. إذا كان الشريان السباتي الموجود تحت الأذن قد أصيب، فإن الموت بسبب فقدان الدم يحدث في أقل من 10 دقائق. قومي بالضغط على الفور، وعندما يتوقف النزيف ضعي أي قطعة من الملابس تجدينها على الشريان، اضغطي على الجرح، ولو استمر النزيف أضيف المزيد من الملابس، لكن لا تقومي بتبديلها مما يؤدي إلى زيادة أكثر في فقدان الدم. العمل على استلقاء المريض للأسفل كما فعلت جو تصرف ذكي، لأنه يضمن تقليل فقدان الدماء وساعد في تقليل معدل دقات قلب جولي وحماها من الإصابة بصدمة. جو استخدمت تقنية ذكية أخرى، فقد قامت بإزالة الدم الذي بدأ بالتخثر مكان جرح جولي، وكان من الممكن أن يتسبب في اختناقها. شكلت مجرى هوائي بحيث تستطيع جولي التنفس. داخل مطعم في تكساس، رجل أبقى المجرى للرجل الذي كان يتناول الطعام مفتوحاً باستخدام مصاصة المشروبات. تذكري في حال شق الحنجرة، حافظي على كل أونصة من الدم تستطيعين المحافظة عليها داخل الجسم حتى وصول النجدة، وأبقي المجرى الهوائي خالٍ لزيادة احتمالية النجاة. هل تعلمين كيف تستطيعين إبقاء عائلتك آمنة من أسراب النحل؟ للنجاة من هجوم النحل، ماذا عليك أن تفعلي؟